قناة ريال مدريد نزلت، هي بتنزل مسلسل وثائقي عن كل بطولة هم بياخدوه. اوكي. فالاسبوع ده نزلوا مسلسل وثائقي بعنوان خلف الابطال عن مشوارهم في طريقهم للنجمه الثامنه في كاس العالم للانديه. فالفيديو او المسلسل الوثائقي ده طبعا حطوا فيه مين؟ النادي الاهلي، عشان كان هو بيقابلهم في النص النهائي. اوكي. فنبدا نستعرض كده، اتكلموا ازاي عن النادي الاهلي وشوف عظمه النادي الاهلي واللوجو بتاع النادي الاهلي وهم بيتكلموا عنه وجايبين كمان شكل يلا. الجمهور. اول صوره معانا اهي، يمكن ده شكل الفيديو. الفيديو اهو. مرحبا بكم في نص نهائي مونديال الانديه، عندما يبحث ريال مدريد عن لقبه الثامن في مونديال الانديه وفي طريقه النادي الاهلي في الفيديو. طيب خلينا نسمع اللي جاي. يلا. Falhava um pouco ao final, no último terço, e baixava a risa para buscar uma solução. Aí, paciente, porque há espaço para entrar. Há espaço para entrar. Por isso, eu vi na transição, cuidado sempre com o problema da espalda. Nós temos um problema com o lateral direito, que empurra muito. Então, aí, manejado, tem que estar um pouco mais. A vez estônico de bascular um pouco mais. Manejar bem isto. Paciente con el balón. Cuidado ahora en la pared a no buscar contra. Ahora estamos en ventaja. Vamos a adelantar el marcador. Cuidar, no buscar contraataque. Entonces, por el bien, controlar bien la posición. A veces, Eduardo entra, Tony abre, Vini, tú estás así. Aquí es la línea, tú te tienes que meter así, y así se decide. Puede entrar, pero si tú estás un metro dentro de la línea, él te empuja. Abre, baja un poco para recibir el balón. Porque la posición de Eduardo le crea problemas. A veces no hay Eduardo, Rodri lo ha hecho bien. Y cuando recibimos el balón ahí, elegir bien la solución. Elegir bien la solución. Ahora tenemos que defender bien, no regalar balones y ir para marcar otro, sin buscar contraataque. La vigilancia defensiva, el equilibrio es lo más importante. Como es importante no regalar balón parado, corner, evitar esto, porque ahí te pueden crear daño. كلام مهم جدا، لان بامكانهم تشكيل خطوره علينا. انشيلوتي بيتكلم عن النادي الاهلي، بيقول ايه؟ نحن اول حاجه ما بين الشوطين قال احنا بنفتقد للانهاء في الثلث الاخير. دائما كونوا حذرين في الخلف، لان لدينا بعض المشاكل مع اظهرتهم اللي هم محمد هاني وعلي معلول. اوكي. الذين يندفعون كثيرا، لذا يجب ان نتعامل مع ذلك بالسيطره. لازم نستحوذ على الكوره. في بعض الاحيان توني يمكنه الميل، قصده على توني كروز، يمكنه الميل اكثر قليلا والتحكم، لان هو اللي بيظبط الايقاع والتيمبو بتاع الفرقه. احلى حاجه بقى، لا يكونوا حذرين، لا تبحثوا عن لعب الثنائيات والمرتدات السريعه. الان يجب ان ندافع جيدا. هو بيحذر ان النادي لازم تدافعه قدام النادي الاهلي جيدا. من المهم عدم اهداء ركلات ثابته وركلات ركنيه. لو نفتكر كان في ضربه ركنيه في الشوط الاول لمحمد عبد المنعم، وحطها جنب العارضه. وحطها جنب العارضه. فهو ما بين الشوطين بيحذرهم ان انتم ما تعملوش فاولات حوالين منطقه الجزاء، وما تعملوش ركلات ركنيه، لان النادي الاهلي بامكانه تشكيل خطوره علينا. فده حاجه يعني بصراحه النادي الاهلي دايما بيحطك في حتت مختلفه. النادي الاهلي ده حاجه الهرم الرابع في مصر. صحيح. بيحطك في حتت مختلفه عن الانديه. انت النهارده بتقابلت ريال مدريد، قابلت بايرن ميونخ، قابلت تشيلسي، داخل على مانشستر سيتي. خلي بالك، هي دي وجهه نظري، ان اللي بيحصل ده هو قيمه البطوله الافريقيه. الكلام اللي انت بتقوله ده ليه؟ صح. لانه قيمه البطوله الافريقيه، فهو بيودينا دايما لايه؟ ان احنا نلاقي انشيلوتي بيتكلم، احنا ناخد بايرن ميونخ نقاط القوه والضعف، ناخد مانشستر سيتي نقاط القوه والضعف، ناخد ان شاء الله يعني لو لنا عمر ولنا نصيب. لكن في النهايه اللي اقصد اقوله ايه؟ انه هذه هي قيمه البطوله الافريقيه. يعني ما فيش بطوله ثانيه تقدر توديك لان انت تلعب ريال مدريد، ان انت تلعب بايرن ميونخ، انت تلعب مانشستر سيتي، ان انت تلعب اكبر انديه العالم. ده انا سامع ان الكونفدراليه اقوى من دوري الابطال. لا دي جديد يا راجل. اما النهارده احنا بنسمع حاجات كتير جدا.
احنا يا راجل اذا كنا بنسمع دلوقتي هنتكلم عنها، اذا كانت الكره ضربه المرمى اللي من واحنا عيال ان كان عندنا الاستاذ رؤوف كان بيقف اللي هو حكم فوق والله بيقف في البلكونه واحنا بنلعب في الشارع، عارف الموضوع ده؟ طب انت عارف ده الله يرحمه كابتن محمود بكر الله يرحمه فعلا كان الاستاذ رؤوف يقف في البلكونه كده ويقول لنا يلا يا اولاد واعمل، عارفين القصه دي، عارف ان هو كان امام جامع يعني. فيعني اتفضل يا فطبعا ده حاجه يعني حاجه تحترم، ويعني ان شاء الله نكررها باذن الله مع قدام مانشستر سيتي. نتمنى ان شاء الله ان التركيز بتاعنا وهدفنا يكون ان شاء الله نفسي نحقق ميداليه بقى اكتر من البرونزيه. نتمنى ان شاء الله ان ده التارجت بتاعنا وان احنا كلنا نقف كده ان شاء الله ان احنا نوصل فضيه او ذهبيه ونلعب مانشستر سيتي في النهائي. يا رب ده يحصل ان شاء الله في شهر ديسمبر. يعني هذا الجيل يستحق بصراحه. يعني شوف انا ممكن يعني الناس تقول